من مدينة كييف غيث مناف الآن مراسل القاهرة الإخبارية ينضم إلينا. أهلا بك غيث. في هذا اليوم المعارك التي تدور في كورسك توصف بأنها معارك ضارية. بيانات الدفاع الروسية تتحدث عن تكبيد القوات الأوكرانية أرقام كبيرة سواء على المستوى المادي أو البشري. ما هو الذي صدر من أوكرانيا فيما يتصل بهذه المعارك بالتحديد؟ بعد التحية ياسر، كل ما يأتي من قبل الجانب الروسي هو ينفيه الجانب الأوكراني، وأيضا أكدت بأن القوات الأوكرانية أرسلت بتعزيزات إلى الداخل الروسي، حيث الآن يكون اللواء 80 من اللواء الميكانيكي المنفصل ذات الخبرة والتكتيك العالي دخل بالفعل الأراضي الروسية، وأن العمليات القتالية الآن تجري بالقرب من مفاعل كورسك النووية، حيث يعلن القوات الأوكرانية عن قرب سيطرتهم على هذا المفاعل مع تقدم أوكراني واضح في الداخل الروسي وتباطؤ في القوات الروسية، حيث شهدت العديد من عمليات الانسحاب من قواتهم في داخل الأراضي الروسية. تقدم للقوات الروسية داخل الأراضي الأوكرانية أيضا مستمر، حيث أن القوات الروسية تحاول السيطرة على بلدة نيويورك الواقعة في مقاطعة دونيسك، ولكن باتت بالفشل على حسب ما جاء من قبل هيئة الأركان العسكرية الأوكرانية. هيئة الأركان العسكرية الأوكرانية أعلنت منذ الصباح بأنها استهدفت في فجر يوم 9 أغسطس مطارا عسكريا وهو مطار ليبتسكي العسكري الواقع في مدينة ليبتسك التي كان يضم مقاتلات ميغ 31 بالإضافة إلى مقاتلات سيو 34 وسيو 35 بالإضافة إلى تدميرهم بتلك الغارة الأوكرانية لمنظومات وأيضا لصواريخ مضادة للدبابات على حسب ما جاء من قبل هيئة الأركان العسكرية. حسب ما جاء من قبل المراقبين وأيضا هيئة أو المركز الاستراتيجي لدراسة الحرب الأمريكية تؤكد بأن القوات الأوكرانية استولت بالفعل على 700 كيلومتر مربع من الأراضي الروسية، بالإضافة إلى أن موقع ديب ستيت الأوكرانية التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية تؤكد أن القوات الأوكرانية بدأت ببناء تحصينات دفاعية داخل الأراضي الروسية. إذن القوات الأوكرانية وحكومة أوكرانيا تحاول من خلالها بسط النفوذ الكامل على مقاطعة كورسك، ولا سيما بأن القتال الآن يدور بمحاذاة مدينة كورسك في مقاطعة كورسك، وأن هذه المدينة أو مقاطعة كورسك من الحدود الأوكرانية صوب العاصمة الروسية موسكو تبتعد فقط 530 كيلومترا، أي أن القوات الأوكرانية تحذر وتقوم بتوجيه رسائل للجانب الغربي وللجانب الأوروبي بأن ليس على الغرب ولا على الولايات المتحدة الأمريكية الخوف من هذه الدولة، وكما يسمى هنا في الداخل الأوكراني بأنها بروباغندا أوكرانية ترجح بأن روسيا هي دولة على ورق ولا يحتاج من الغرب الخوف والإخافة من تلك الدولة. بالإضافة إلى ذلك وبأخيرا جاءت من قبل هيئة الأركان العسكرية الأوكرانية التي تؤكد بأن مدينة سوتشا التي استولت عليها القوات الأوكرانية هي كانت تضم مركز القيادة العسكرية للغرب الروسي، أي أنها المركز الأساسي لقيادة عمليات القوات الروسية داخل الأراضي الأوكرانية، حيث عندما سيطرت على تلك المقاطعة ورفعت الأعلام الأوكرانية في كل البلدات تعلن بذلك السيطرة النفوذية الكاملة لتلك المقاطعة، بالإضافة إلى هجمات أوكرانية بالمسيرات أودت إلى تدمير رتل عسكري روسي ضخم كان يتوجه من منطقة الجنوبية من مدينة بلغرود صوب منطقة كورسك. اليوم كما يشير في الإعلام الروسي بأن القوات الروسية تستعد لمواجهة ثانية من قبل القوات الأوكرانية بعد أن وردت معلومات استخباراتية لهم بأن القوات الأوكرانية تستعد لدخول مقاطعة بلغرود، بذلك هي تعتبر أول غزوة لجيش نظامي حسب ما وصفه صحيفة البرومبيرغ بأنها غزوة نظامية من قبل الجيش النظامي. كيف كان تأثير يا غيث تأثير يعني هذه العملية تحديدا في كورسك، خصوصا ونحن نتابع الآن على الشاشة مثلا الاتحاد الأوروبي يعلن عن دعمه لهجوم أوكرانيا بالقرب من محطة كورسك للطاقة النووية وأيد حق كييف في الدفاع النفسي، انعكست هذه هذا التقدم وهذه المعركة على الروح المعنوية أو كيف استثمرها الجيش الأوكراني؟
بالفعل هذا ما نشاهده ونراقبه هنا، بأن الجانب الأوكراني أصبح أكثر ارتياحا من ذي قبل. اليوم بدأت القوات الأوكرانية بعمليات هجوم، وأصبحت ليست فقط قوات دفاعية، اليوم تدخل إلى الأراضي الروسية، تصعد من وتيرة العمليات العسكرية التي كان المواطن الأوكراني بإنهائها بمفاوضات سلمية بالقريب العاجل. اليوم أوكرانيا تصعد سقف طموحها وسقف المفاوضات التي هي التي ترغب فيها، وليس الجانب الروسي، لا سيما بأن المعلومات الاستخباراتية التي كانت لدى روسيا والتي أيضا ما نقلتها الصحف الغربية كانت على علم بهذا الدخول منذ أكثر من شهر ونصف، ولم يتم تبليغ سيد الكليرمن بهذه المعلومات، وهذا الشيء الذي جعل من الجانب الأوكراني أن يدخل بهذه السرعة وبهذه القوة الوتيرية التي تشهدها اليوم أوكرانيا. بدأت عمليات القصف الروسي تقل تدريجيا عما كانت قبل عليه. اليوم القوات الروسية تحاول أن ترسل قواتها من منطقة دينيسك إلى المناطق الروسية التي استولت عليها القوات الأوكرانية. إذن هي ورقة ضغط دعنا نشيرها ياسر، وكما يراقب هنا المراقبين، هي ورقة ضغط أوكرانية لتخفيف الضغط على الجبهات التي خسرتها أوكرانيا منذ أكثر من 3 سنوات. 43% من مساحة الإجمالي الأراضي الأوكرانية هي بيد القوات الروسية. اليوم اختلفت المعادلة شيئا فشيئا، فإن بلدة صغيرة في داخل الأراضي الروسية تشكل مشكلة كبيرة إلى الداخل الروسي، ولا سيما بعد إعلان حالة الطوارئ الفيدرالي في الداخل الروسي، وهذه هي صدمة كبيرة للمجتمع الدولي وأيضا إلى الداخل الروسي، كون أن الجميع يعلم بأن القوات الروسية هي ثاني أقوى قوة بشرية في العالم، وصنفت على مدار أعوام وعقود، وعندما تكسر بهذه القوة بمجموعة من ألوية أوكرانية نظامية تدخل إلى هذه المناطق، هي تشكل نوعا ما ثغرة أمنية لم يتم حسابها في الداخل الروسي، وهذه هي نتيجة الحسابات التي لم يتم إدراجها في ملف وجدول أعمال سيد الكليرمن. نعم، من كيف غيث مناف، أشكرك شكرا جزيلا غيث.